أبنائي الأعزاء، أسعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم. النهاردة بإذن الله هناخد 2 سيشنز، محاضرتين في الناف، فعاوزك يعني تبقى مستعد شوية. السيشن الواحدة هتاخد المحاضرة حوالي ساعة لساعة 10 دقايق، وبعدين هناخد 10 minutes راحة break، ثم نعاود تاني التواصل. وزي ما بقول وهقول ان انا ماشيلك هنا بنفس النظام اللي هو المتبع في كندا، من حيث واحد احترام المواعيد بالظبط. هنا مفيش حاجة اسمها واحد يروح متأخر، بنروح قبلها بربع ساعة او نص حتى عشان نضمن نبتديها في نفس الوقت. 2، ان احنا بنبتدي بمناقشة المالتيبل تشويس كويشنز بتاعت المحاضرة السابقة، اللي بأرجو الزملاء الأصغر سنا اللي هم بقوا أساتذة دلوقتي انهم يعملوا كده، يعني لازم نهتم أكتر بالتعليم. 3، إذا كان في ترمينولوجي بنقوله معنى الكلمة إيه بالظبط وجاية منين. 4، لا نغفل دور الناس اللي هم وصلونا لهذه المعلومات، وأظن في كل مرة بنقول هذا الكلام. أنا عارف ده قد لا يكون مهم الحتة التاريخ في الامتحان، لكن اعتبرها يعني بريكنج للمناطني، يعني كسر حدة الرتابة، اعتبرها فقرة معلومات عامة، زائد ان هنا دي اساس طبعا. فانت اكشلي بتحضر زي محاضرة كندا وامريكا بالظبط بس بالعربي. فنتوقع الله نبتدئ المالتيبل تشويس كويشن، وده امتحان تقيل شوية. في واحد بعت لي على الصفحة، الحقيقة الوحيد اللي جاوبهم صح اعتقد اسمه على صفحتي، بعت لي اسمه حسن، كل إجابات جابها صح مع أنه امتحان قوي شوية. فالسؤال كالآتي، السؤال الأول يا شباب كان regarding multiple choice، بيقول لنا choose the incorrect answer. الأول انت ساعات بيجيب لك الامتحان كله تختار incorrect لسبب، عشان يبقى في 3 صح يبقى حقيقة الأمر هما 5 أسئلة بس يعادلوا 15 سؤال، لأن في 15 معلومة 3 في كل سؤال يبقوا صح. فركز معايا من فضلك وتهتم بالامتحان جدا، مش عايدها تاني. الامتحان مش جزء اصيل، هو اهم من المحاضرة، لان انت هنمتحنك فيما حصلت مش فيما سمعت. regarding the voltage gated sodium channel، اختار الـ incorrect. الـ outer gate هي الـ inactivated gate، ده هدي الاجابة الخاطئة. يعني السؤال الاول الاجابة اللي هتختارها A for alpha، الباقي صح. ان channels have two gates، قلت ان الفولتج جيتد صوديوم channels رقم السعد في الصوديوم 2 عندها 2 gates. during resting membrane potential outer gate بتبقى closed، اجابة صحيحة، لان ده الاليق، الصوديوم برا، يبقى نمنع دخوله بان نقفل اللي برا لناحيته الاوتر. during repolarization مين اللي بيقفل بقى؟ مين الـ inactivation gate اللي بتوقف الـ depolarization وتبتدي repolarization inner gate is closed. يبقى ايه هي الاجابة الصحيحة للسؤال الاول. السؤال الثاني regarding voltage gated sodium channels، they have only one inner gate، صح. some channels are open during depolarization، دي طبعا صح، ودي سؤال بيبقى صعب. البرميابيلتي بتزيد للصوديوم ثم صوديوم ثم صوديوم في اثناء depolarization، وشوية بوتاسيوم لأنهم بيبدأوا مع بعض، بس الصوديوم أسرع من البوتاسيوم. some channels are open during hyperpolarization، طبعا ده هو ده سبب الhyperpolarization. D they are faster than voltage gated sodium channels، لا إجابة خطأ، هم أبطأ من الصوديوم channels، يبقى هتختار D for daddy. السؤال الثالث regarding the monophasic action potential، the depolarization is faster than repolarization، صح. اللي صعب بقى ان no sodium channels are open during the latent period. The latent period اللي هي بيبقى فيها resting membrane potential، طبعا في channel فتح بس مش ال voltage gated sodium ولا ال voltage gated potassium. اللي فاتح مين على طول، حتى بتبقى فاتحة على طول، اللي هي ال inwards rectifying potassium channel، دي فاتحة على طول، فيبقى الاجابة دي خطأ. في اثناء ال latent period اللي هي تعادل resting membrane potential بيبقى في channel فتح مش الفولتج جيتد بس الانورز فاين بوتاسيوم channels.
فيبقى دي الإجابة الخطأ اللي المفروض تختارها يبقى B for baby. Hyperpolarization may last 40 milliseconds. طبعا ليه كتبناها في صيغة السؤال may last يا شباب؟ بنهتم بالصياغات لأنه احنا بنتكلم على جروب A alpha fibers، المدن بتختلف زي ما هنشوف من fiber لfiber، فعش كده may last يعني لأننا نقصد A alpha fiber، لكن مش الhyperpolarization في كلهم بتقعد المدة دي. At firing level all voltage gated sodium channels are open. إجابة صحيحة. طيب ننتقل للسؤال الرابع. زي ما انتم شايفين الاسئله، الناس اللي بتحضر معايا المحاضره اول مره، احنا بناخد الصعب. لما تعرف الصعب بتعرف الصعب والسهل، لما تعرف السهل بتعرف السهل فقط. زائد زي ما بقول واتس نوت كيدنج، مش هزار، هنا وهنا فقط تصنع الاوائل. الاوائل دي صناعه يعني عاوزه تصنع فعلا. زي ما بقول في حتى في الكوره اللي بتحبوها في مدرب بياخد يعني عقد معين، وفي مدرب تاني ملوش قيمه لانه ما بيعملش حاجه. هي مش اي حد يدرب، مش اي حد يحاضر، لا لازم تبقى المحاضره يعني تطلع بيها بفائده تستدعي. السؤال الرابع if the distance، ده سؤال صعب، between the stimulus and recording electrode 10 سنتي والليتم بيريد 1 ملي سكند، يبقى الفيلوسيتي اوف نيرف امبلس قد ايه؟ اظن لو جبنا طفل احسبها. يعني قطعنا 10 سنتي في 1 ملي سكند في 1 على 1000 من الثانيه، ما هو الملي سكند 1 على 1000 من الثانيه، يبقى بنقطع 10 سنتي في 1 على 1000 من الثانيه، يبقى في الثانيه بنقطع 10 في 1000 تبقى 10000 سنتيمتر، اللي هي تعادل كم متر؟ المتر 100 سنتي تعادل 100 متر، يبقى سرعه العصب ده 100 متر في الثانيه. فهو جاب لي هل ده ينفع يبقى سوماتيك ايفرين؟ طبعا، لان السوماتيك ايفرين جروب اي الفا اللي هي بتبقى سرعته 100 متر في الثانيه تقريبا، من 70 ل 120 بمتوسط 100. شوف بقى اللي جاي بعدها اللي هي بيوريك الوجه الغير مألوف. قال لك هل سرعه الامبلس 6 كيلومتر بير مينيت؟ صح طبعا، ما هو لما يبقى ماشي بسرعة 100 متر في الثانية يبقى في 60 ثانية يقطع كام؟ 6000 متر. 6000 متر اللي هي كام؟ 6 كيلومتر بير مينيت. يعني بيوريك انك مش حافظ، لازم تفكر. هنا بيعتمدوا، وانا بحاول اعلمكم بنفس الطريقة، على ان الناس تعلم تفكر. عشان كده مستوى الطب هنا في نورث امريكا هو الاعلى وورلد وايد على فكرة، ايفن احسن من يوروب، ده نو داوت اباوت ات. يبقى المانيا حتى متميزه ببعض الاشياء هناك، في برانشز عندهم اقوى طبعا من هنا، بس مش في كله. هل ده ينفع يبقى بي فايبرز؟ لا طبعا، لان 100 متر في الثانيه ده ما يعملش بي فايبرز، دي بتبقى من 5 ل 15 متوسط 10 متر في الثانيه. يبقى هي دي الاجابه الخطا، سي فور كات. 100 متر في الثانيه دي اجابه صحيحه دي. طيب السؤال الخامس، قال لك ايه بترمز للفولتج جيتد صوديوم شانلز؟ بي بترمز للفولتج جيتد بوتاسيوم شانلز. هل ديورينج ديبولايزيشن بيبقى ايه فاتحه اللي هو الصوديوم هو بعض البي؟ اظن السؤال ده جبناه قبل كده، ده اجابه صحيحه. هل في اثناء الريستنج ممبرن بوتنشال الاثنين قافلين؟ طبعا الاثنين قافلين، فولتج جيتد قافلين الاثنين. هل في اثناء الريبولايزيشن بيبقى فاتح الصوديوم ايه والبوتاسيوم قافل؟ لا العكس تماما، يبقى دي اللي غلط، دي اللي تختارها سي. هل during hyperpolarization بيبقى الصوديوم قافل وبعض البوتاسيوم فاتح اللي هو البي؟ طبعا يبقى دي صح، وعليه الاجابه الخطا هنا هو سي. يبقى الاجابات كالاتي، 1 A for alpha، 2 D for daddy، 3 B for baby، 4 و 5 C for cat. كل مرة هنتفق مش بس أقول لك الإجابات الصح عشان بنطور أكتر، هنعمل زي ما بنعمل في المحاضرة هنا، مش مهم الوقت ناخد 5 دقايق زيادة، هناقش معاك الأسئلة سؤال سؤال، إيه الصح وإيه الغلط. أظن كده مور كونفينينت، يعني مش مجرد هحط لك امتحان والأسئلة، هعمل لك بالظبط اللي يحدث هنا في كندا وفي أمريكا، في نورث أمريكا. طيب نتوقع الله نبتدئ السيشن الاولاني، واحنا هنقول كنا خدنا الاكشن بوتنشال
وفي سؤال عندنا اللي هو الاكسيتابيلتي تشينجز. الاكسيتابيلتي تشينجز، انا بستعجب ساعات لما زميل فاضل ابتدى يشرح على الاكسيتابيلتي تشينجز والطالب مش فاهم ما هو المقصود بالاكسيتابيلتي تشينجز. فالجمله دي بليز للناس اللي بتسمعني، سواء كانوا من الزملاء الاصغر سنا او الطلاب اللي باذن الله هيبقوا اساتذه افاضل ويقودوا يعني عجله التقدم، لازم تفهم السامع يعني ايه تقصد ايه بالاكسيتابيلتي تشينجز. اقول لك بالظبط نقصد ايه. الفيرست ستيمولس، لو اديت ستيمولس للنيرف ثريشولد كافي هيعمل اكشن بوتنشال. اوكي، يبقى الاول ستيمولس هيعمل اكشن بوتنشال. الاكسيتابيلتي تشينجز معناها لو جيت في المراحل المختلفه من هذا الاكشن بوتنشال واديت سكند ستيمولس، الاستجابه لهذا السكند ستيمولس في اثناء المراحل المختلفه من الاكشن بوتنشال هيبقى شكلها ازاي؟ ادي المعنى الاكسيتابيلتي تشينجز. يعني في اثناء المراحل بتاعه الاكشن بوتنشال اللي هو ناتج من الاستيمولس الاولاني، ازاي النيرف هيستجيب للاستيمولس الثاني. انا بحب الشرح الطفولي يا اولاد، فعامل رسمه طفوليه حتى بقول هيا بينا نلعب. شايف المنحدر ده؟ انا الكوره اللي هي السودا دي عاوز اوصلها هنا. تعال نحط الفولتج ما يعادل فولتج في القصه. نقطه البدايه هي ناقص 90 ملي فولت اللي هي فاهمها انت. طب نقطه النهايه زائد 35 ملي فولت. خدنا الارقام دي، هل انا عشان ازق الكوره لازم ازقها اول ذا واي؟ لا، كفايه قوي قوي لطفل ان انا ازقها لفوق وهي هتكمل لوحدها. اهو ده الفايرنج ليفل. فاكر يعني قلت لك الاستيمولس لو وصل الفايرنج ليفل قضي الامر، التغيرات هتكمل لوحدها. يبقى مطلوب من الاستيمولس انه يعمل تغير من ناقص 90 الى ناقص 65. ايه ناقص 65 ملي فولت ده؟ الفايرنج ليفل اللي حضر معايا المحاضره السابقه اللي عندها بيفتح اول صوديوم شانلز. لو وصلتها هنا هتكمل. طب تعال نفكر بهدوء. لو ان الكره، ركز بقى في الكره الحمراء، في موضع اقرب للفايرنج ليفل من الريستنج، يعني احنا بنقارن بمين؟ بنقارن روحنا بالريستنج اللي هو ناقص 90. لو احنا في وضع اقرب، فكر معايا سؤال طفولي، يبقى محتاج دفعه اقل لان اوريدي انا مشيت حته. فلو انا قربت من الفايرنج ليفل يبقى ستيمولس اضعف هيوصل لي الفايرنج ليفل ويكمل. طب يبقى اذا واحد هيستجيب لمؤثر اضعف يبقى 100% استجابته احسن. يبقى تعالى بقى نحط القاعده الاولى وهي في غايه البساطه، كلما اقتربنا من الفايرنج ليفل زادت الاكسيتابيلتي. يبقى اي دواء دراج او مرض ديزيز يقربني من الفايرنج ليفل يزود الاكسيتابيلتي. وفهمها في الايونيك بيزس، لان كده معناه ان انا فاتح شويه صوديوم شانلز، فاضل شويه صغيرين عشان يفتحوا كلهم ويحصل اكشن بوتنشال. يبقى كلما اقتربنا من الفايرنج ليفل زادت الاكسيتابيلتي. القاعده الثانيه اظن انت متوقعها. طب لو الكره في موضع ابعد عن الفايرنج مقارنه بمين؟ بالريستنج. هنا الكره يعني ده الريستنج، هي في مكان ابعد، يبقى نوع الدفع اللي انت عاوزها ايه بقى عشان توصل فايرنج ليفل وتكمل؟ يبقى عاوز ستيمولس قوي. طب فكر فيها، واحد لازم اديله ستيمولس قوي قوي عشان يستجيب، يبقى استجابته ايه؟ ضعيفه، بدليل ان هو احتاج ستيمولس قوي. يبقى اي مرض او عقار يبعدني عن الفايرنج ليفل يعني مقارنه بالريستنج، يعني يعمل هايبر بولاريزيشن، هينقص الاكسيتابيلتي. يبقى ادي اول قاعدتين، احنا عندنا ثلاث قواعد في منتهى البساطه. يبقى نقترب من الفايرنج ليفل تزيد الاكسيتابيلتي، نبتعد عن الفايرنج ليفل تقل الاكسيتابيلتي. اصعب قاعده هي الثالثه، تعال نشوف، لكن باللعبه اللطيفه دي هتفهمها كويس قوي. لو الكره وصلت الفايرنج ليفل وفي طريقها هنا وجيت اديتها ستيمولس، ما تجاوبش اللي في مخك، جاوب اللي انا هقول لك عليه.
هل الكرة دي هتوصل النقطة دي مرة واحدة ولا مرتين؟ السرعة ملهاش أي قيمة، الكرة اوريدي وصلت فاينل ليفل وفي طريقها للنهاية اللي هي زائد 35. لو أنت جيت وهي نازلة اديتها ستيمولس، جاوب السؤال ماليش دعوة بالسرعة، هتوصل النقطة دي كم مرة؟ مرة واحدة. طب ولو ما اديتهاش ستيمولس برضه هتوصل مرة واحدة. يبقى حضرتك الاستيمولس اللي اديته ده ملوش أي قيمة، لانه وانس تخطينا الفايرنج ليفل قضي الامر، الاكشن بوتنشال حاصل حاصل، هنوصل زائد 35 هنوصل زائد 35، اي ستيمولس تاني لن يغير في الامر شيئا، يبقى ملوش قيمه، يبقى الاستجابه ليه صفر، فنسمي ده ابسوليوت ريفراكتوري. ريفراكتوري يعني عدم استجابه، ابسوليوت يعني مطلق. لا يمكن هتفهم الاكسيتابيلتي تشينجز من غير ما تفهم الثلاث قواعد البسيطه جدا الطفوليه جدا. كلما اقتربنا الاستجابه زادت، ابتعدنا الاستجابه قلت. اصعب واحد بقى لو انه اوريدي احنا عند الفايرنج ليفل، يعني فتح كل الصوديوم تشانلز، مع الاعتذار في التعبير، الاستيمولس الاولاني فتح كل التشانلز، الاستيمولس الثاني هيهبب ايه؟ ما هو الاولاني فتحهم كلهم، احنا ادام هنا يبقى كلهم مفتوحين، يبقى ملوش اي قيمه، الاستجابه ليه صفر، التغيرات هتحصل هتحصل بيه من غيره حصله حصله. وانس وصلت الفايرنج ليفل، وانس تخطينا الفايرنج ليفل الاستجابه بقت صفر. تعالى بقى نحط الكلام ده على الكيرف بيزد على نفس القواعد. يبقى احنا هنقسم الاكسيتابيلتي تشينجز في اثناء الاكشن بوتنشال. ما احنا قلنا ايه هي الاكسيتابيلتي تشينجز؟ تاني العصب لو اديت له ستيمولس تاني في اثناء الاكشن بوتنشال هيستجيب لي ازاي؟ ادي الاكشن بوتنشال. اول مرحله لو انا اديت الستيمولس في من اخر التمبير لحد الفايرنج ليفل، من هنا لهنا انا عمال اعمل ايه؟ بقرب على الفايرنج ليفل. يبقى ادام بقرب يبقى الاستجابه ايه؟ بتزيد. وفاهم ليه؟ بالايونيك بيزس، لان انا عاوز افتح كل الصوديوم شانلز، هنا فتح شويه، هنا شويه اكتر، شويه اكتر، يبقى اوريدي اللي فاضل لي عشان افتحهم كلهم اقل، يبقى مش عاوز ستيمولس قوي. فعشان كده كل ما بقرب من الفايرنج ليفل شايف الاستجابه بتزيد عن النورمال، الخط ده يمثل نورمال اكسيتابيلتي، يبقى الاستجابه بتزيد عن النورمال، فنسميها سوبر نورمال فيزو اكسيتابيلتي. يبقى كل ما بنقرب للفايرنج ليفل الاستجابه بتزيد فتطلع فوق النورمال فنسميها سوبر نورمال. نيجي اهم حته اللي جايه بقى. وانس وصلنا الفايرنج ليفل كل التشانلز فتحت واديت ستيمولس، اوريدي الاولاني فتح كل التشانلز، الثانيه هيهبب ايه؟ مش هيعمل حاجه زياده، يبقى كانه ملوش اي قيمه. فعشان كده الاستجابه تنزل لصفر، تنزل من نورمال اهو لصفر، شايف اهي زيرو اكسيتابيلتي. فيسموها ابسوليوت ريفراكتوري بيريود، يعني فتره عدم الاستجابه مطلق. بيريود يعني فتره، ريفراكتوري في اللغه معلمه بالترمينولوجي يعني لا يستجيب، عدم الاستجابه مطلق ابسوليوت ريفراكتوري بيريود. يبقى وانس وصلت الفايرنج ليفل الاستيمولس الاولاني فتح كل التشانلز، الاستيمولس الثاني ما عندوش حاجه يهببها ويعملها، يبقى ملوش اي قيمه. في ستيمولس ما فيش، ما حدش هيعيروا اي انتباه، فنسموها ابسولوت افكت بيرو، الاستجابه بتنزل لصفر. طيب هنا بتشمل ايه الابسولوت افكت بيرو بقى؟ بتشمل اسندنج ليم اللي هو طواله الصوديوم شانلز فاتحه، وحته من الديسندنج ليم. ليه بقى حته من الديسندنج؟ لان احنا قلنا الصوديوم شانل بتقفل هنا، ما تقدرش تعاود الفتح تاني غير بعد شويه. ليه؟ للي فاهم اول محاضره اللي فاتت، لان هي هنا قافله بمين يا شباب؟ قافله بالانر ان اكتيفيتد شانلز. عشان تعاود الاستجابه لازم ترجع لطبيعتها، طبيعتها انها ديورنج ريست كانت بتبقى قافله بمين؟ قافله بالاوتر اكتيفيتد، فلازم الانر والاوتر يتبادل الموقف، يعني الاوتر هو اللي يقفل والانر ترجع تفتح. دي عاوزه فتره زمنيه، عشان الصوديوم شانلز تقدر تعاود الاستجابه لازم ترجع الى طبيعتها، لازم ترجع تبقى قافله مش بالانر، قافله بالاوتر، فده بياخد وقت.
فالابسولوت الفاكتور بيرو بتشمل اسندنج وحته في الديسندنج فيها عدم الاستجابه مطلق زيرو اكسايتابيلتي نو اذر ستيمولس في الام اس كيو كان اكسايت وات ايفر سترونج. يبقى تعرف لي عن الابسولوت فاكتور بيرو الثلاث كلمات انها كوينسايدز مع ايه؟ مع الاسندنج وحته في الديسندنج. وفاهم ليه الحته في الديسندنج؟ هنا كلهم فاتحين هتفتح ايه زياده؟ طب ليه لما قفلوا لما ادي ستيمولس ما فيش استجابه؟ لانهم قافلين بالجيت الغلط، قافلين بالانر، في حين هم المفروض يقفلوا بالاوتر. في شويه وقت عشان تظبط روحها، بدل ما هي قافله بالانر ترجع تقفل تاني بالاوتر الحته دي. فالابسولوت افكتيف بيريود بتشمل اسندنج وحته في الديسندنج. تاني معلومه الاستجابه صفر. ثالث معلومه نو اذر ستيمولس وات ايفر سترونج كان اكسايت. طيب بص بقى معايا بقيه الديسندنج ليمب وانا ماشي كده، يبقى انا ببعد عن الفايرنج ليفل كده، انا ببعد كده، كنت بقرب كده ببعد عن الفايرنج ليفل، يبقى الاستجابه ايه؟ تقل. بس لا هي زيرو ولا هي نورمال، حاجه تحت النورمال، النورمال وفوق الزيرو، فيسموها ريلاتيف ريفراكتوري بيريود، يعني عدم الاستجابه نسبي، ريلاتيف يعني نسبي. ممكن هنا تستجيب الصوديوم شانل ونطلع اكشن بوتنشال جديد، ممكن هنا، بس عاوزين ستيمولس قوي، ونيد سترونجر ستيمولس. يبقى الريلاتيف ريفراكتوري بيريود نعرف فيها ثلاث كلمات، انها بتشمل الريست اوف ديسندنج ليم او التولت تبع الابسولوت. فاهم ليه؟ ده اللي بتظبط فيه الشانل بعد ما قفلت بالانر، هتظبط روحها وترجع تقفل بالاوتر. فدي بتشمل الريست اوف ذا ديسندنج ليم. فيها الاستجابه ايه؟ لا هي صفر ولا هي نورمال، بيلو نورمال بس مش صفر. طب نوع الاستيمولس اللي محتاجه ادام بيلو نورمال يبقى عاوز ستيمولس اقوى، سترونجر ستيمولس. يبقى تعالى نقارن الابسولوت بالريلاتيف فاكتور بيريود. وقبل ما اقارنهم هديك هدية من هدايا العبد الله، حاجة لا ينساها الطلبة ما حي، اللي هي أهم جملة في المقاربة، هتفتكرها بالسمع في الامتحان، هتقول كنت سامع صوتك، إن الابسوليوت ريفراكتوري بيريود كوينسايدز مع الاسندنج ليم. الابسوليوت بحرف الاي كوينسايدز مع الاسندنج وحتة في الديسندنج، بينما الريلاتيف ريفراكتوري بيريود كونسايدز مع الريست اوف ديسندنج. يو ويل نيفر فورجيت ات. دي اهم جمله. الابسوليوت وحتى حاططها لك اهي وبالتقيل وحاطط عليها الدائره المشهوره بتاعتي اللي مع الرجع. دي ابسوليوت ريفاكتيف بيريود كونسايدز مع الاسندنج ليم وحتى في الديسندنج. بينما الريلاتيف ريفاكتيف بيريود كونسايدز وذ ريست اوف ديسندنج. يو ويل نيفر فورجيت ات. دي اول نقطه واهم نقطه في المقارنه في الام اس كيو. طب تاني نقطة، الاستجابة كان في الابسولوت ريفراكتوري بيريود، السؤال مجاوب نفسه، ابسولوت ريفراكتوري، عدم الاستجابة مطلق، يبقى الاستجابة صفر. الاكسيتابيلتي زيرو، إنما هنا ريلاتيف ريفراكتوري، يعني عدم الاستجابة نسبي، يبقى لا هي نورمال ولا هي زيرو، سب نورمال، حاجة بين الزيرو والنورمال. طب تالت سؤال مفهوم، تحصله من النقطة التانية، إنه في الابسولوت نو أذر ستيمولس وات إيفر سترونج كان إكسايت. انما هنا وي نيد سترونجر ستيمولس. ادي الثلاث نقط، طب احفظهم صم، ده سؤال مشهور في الام اس كيو. هتحفظه ازاي؟ شرحته لك الاول شرح معتبر وساعدتك بحاجه لا ينساها الطلبه اوفر ييرز. الابسولوت كونسايدز مع الاسندنج، الابسولوت كونسايدز مع الاسندنج وحته في الديسندنج، انتوا بس اللي فاهمينها ليه؟ عشان تظبط الصوديوم شانل نفسها، كانت قافله بالانر عاوزينها تقفل بالاوتر ترجع لطبيعتها عشان تبتدي تعاود الاستجابه. اما الريلاتيف كونسايدز مع الريست اوف ديسندنج. طيب تاني نقطه في المقارنه، هنا الاكسيتابيلتي صفر، هي ماخوذه من الكلمه ابسولوت ريفراكتوري، عدم الاستجابه مطلق، يبقى صفر. هنا ريلاتيف ريفراكتوري نسبي، يبقى فوق الصفر بس تحت النورمال. النقطه الثالثه تاخدها من النقطه الثانيه، طب عدم الاستجابه مطلق، مفيش استجابه، يبقى نو اذر ستيمولس وات ايفر سترونج كان اكسايت. انما هنا وي نيد سترونجر ستيمولس. طيب سؤالين الام اس كيو ضرب نار بقى. هنا بص معايا، الطالب متصور ان في اثناء الديبولاريزيشن الصوديوم بيدخل يخلي جوه بوزيتيف وبره نيجاتيف، صح؟ في اثناء الديبولاريزيشن بيحصل ريفرسال اوف بولاريتي،
بدل ما جوه بينقص عن جوه عن بره 90 جوه بيزيد عن بره زائد 35 يبقى حصل ريفرس بولاريتي. في بقى معلومه اذا العبد لا ما قالهاش 90% من الطلبه عارفينها غلط. هو متصور ان في اثناء الديبولاريزيشن جوه بيبقى بوزيتيف صح ليه؟ بسبب دخول الصوديوم، فالصوديوم لما دخل جوه خلى جوه بوزيتيف صح. فتخيل من ذهنه ان في اثناء الديبولاريزيشن الصوديوم اللي كان موجود بره كله بيدخل جوه، يعني بيحصل ريفرسال اوف كونسنتريشن، وهذا خطأ. فماذا تصنع قطره في بحر؟ بره فيه بحر من الصوديوم اهو، في اثناء الديبولاريزيشن بيدخل كميه صغيره جدا تكفي لعكس الاستقطاب ريفرسال بولاريتي، لكن ما زال معظم الصوديوم بره، لم يحدث ريفرسال صوديوم كونسنتريشن. يبقى في اثناء الديبولاريزيشن في ريفرسال اوف بولاريتي نوت ريفرسال اوف صوديوم كونسنتريشن. وهثبتها لك ليه. عارف لو كان كل الصوديوم الواحد يدي ستيمولس كل الصوديوم يدخل جوه يخلي جوه بوزيتيف وبره نيجاتيف يحصل ريفرسال بولاريتي ريفرسال كونسنتريشن. طب بعد اول ستيمولس لما تيجي تدي ستيمولس تاني فكر معايا، اولويز وي ثينك كل الصوديوم جوه، مين اللي هيدخل لك عشان يعمل لك تاني اكشن بوتنشال اخر؟ مفيش، ما انت دخلته كله. بينما في واقع الحياه العصب ممكن يستجيب اب تو، اسمع افتح ودنك، 500 ستيمولاي بير سكند يقدر يستجيب 500 مره في الثانيه. عارف ليه؟ برضو اقولها لك ليه. احنا فين الفتره اللي العصب ما بيستجيبش فيها؟ الابسولوت ريفاكتوري بيريود. اقصر ابسولوت ريفاكتوري بيريود افتح ودنك 2 ملي سكند، ده في احلى عصب اللي هو الاي الفا، اقصر ابسولوت ريفاكتوري 2 ملي سكند. يعني لازم تدي ستيمولس وتستنى غصب عنك 2 ملي سكند، لان لو اديت ستيمولس مفيش استجابه، لان في ابسولوت ريفاكتوري بيريود قبل ما تدي واحد ثاني، وتستنى 2 ملي سكند قبل ما تدي واحد ثالث. طب الثانيه 1000 ملي سكند، يبقى انت لازم تدي واحد وتستنى اثنين، واحد وتستنى اثنين، في 1000 في 1000 تقدر تدي كام ستيمولاي؟ لو في كل ما بين واحد والتاني بتستنى اتنين هدي 500. اشبهها لك تشبيه طفولي، طريق 1000 متر هتزرع شجره كل مترين، تقدر تزرع كام شجره في 1000 متر؟ شجره كل مترين ازرع 500. طب ما نفس الفكره، انا لازم ادي ستيمولس واستنى ثانيتين لحد ما ايه، بستنى ليه؟ لان في ابسولوت ريفاكتوري بيريود، لو اديت في اثنائها مش هيحصل حاجه، فلازم استنى قبل ما يطلع سكند اكشن بوتنشال. يبقى ممكن ادي 500 ستيمولاي في الثانيه، في الثانيه. طب لو انت كل الصوديوم دخل مع اول ستيمولس، طب واللي بقى ال 499 الباقيين هيعملوا ديبولاريزيشن ازاي؟ فجمله مهمه جدا فهمها عدد من الطلبه، 90% من الطلبه غلط اذا ما قلتهاش، وعدد من الزملاء الاصغر سنا فاهمينها غلط. في اثناء الديبولاريزيشن اقولها اهو جليه واضحه، بيحصل ريفرسال اوف بولاريتي، بيدخل كميه ضئيله جدا من الصوديوم تكفي لعكس الاستقطاب، لكن ما زال معظم الصوديوم موجود بره، يكفي انك تعمل ريفرسال بولاريتي تاني وتالت ورابع اب تو 500 اكشن بوتنشلز في الثانيه. يبقى بيحصل ريفرسال اوف بولاريتي نوت ريفرسال اوف كونسنتريشن. سؤال ام اس كيو مشهور جدا عندنا هنا، هيب قوي، في اثناء الديبولاريزيشن بينعكس الاستقطاب ولكن لا ينعكس الصوديوم كونسنتريشن، وهو بقولها باسلوب طفولي، فماذا تصنع قطره في بحر، بره في بحر من الصوديوم بيدخل قطرات منه تعكس الاستقطاب اهو، متابعني مع الليزر، لكن ما انعكس الكونسنتريشن. طيب ايه سبب الاكوموديشن؟ كنا قلناه مع السترينث ريشن كير، لما بدي ستيمولس ازود الانتنسيتي بتاعته جراديوال، يعني لما ادي ستيمولس وازوده رويدا مش صادن، حتى لو وصلت الفايرنج ليفل مفيش استجابه، وسمينا ده اكوموديشن. ليه بقى؟ لانك انت لما بتتباطأ
مفروض الديبولاريزيشن يحصل اسرع من الريبولاريزيشن. لما حضرتك تدي الاستيمولس بتزايد بطيء انت بتبطئ الديبولاريزيشن، بتبطئ الاكتيفيشن في صوديوم شانلز، فبتخلي قوى الريبولاريزيشن قادره تلحق تواكب قوى الديبولاريزيشن. يبقى انت الاكتيفيشن في صوديوم شانل اللي هو بيعمل ديبولاريزيشن بطيء، ما انت بطأت بتدي جراديوال ستيمولس، فالديبولاريزيشن اللي هو سببه اكتيفيشن في صوديوم شانل بقى بطيء، فبقى بالانس بمين بقى؟ بقوة ريبولاريزيشن. اللي هو ايه سبب ريبولاريزيشن؟ كنا قلنا حاجتين، ان اكتيفيشن في صوديوم شانل ثم ان اكتيفيشن في صوديوم شانل ثم ان اكتيفيشن في صوديوم شانل ثم اكتيفيشن اور اوبننج اوف بوتاسيوم شانل. ده سؤال برضو مهم جدا في الشفوي وفي الام اس كيو. ليه لما بدي جراديوال ستيمولس متدرج في القوه ما بديش ريسبونس؟ لانك انت لما بتتدرج رويدا لما بتدي الستيمولس ببطء حتى لو وصلت الفارج ليفل ما فيش فايده، لانك خليت مفروض الديبولاريزيشن يبقى اسرع من الريبولاريزيشن، انت بطأت الديبولاريزيشن فخليت قوى الريبولاريزيشن تبالانس تتعادل مع قوى الديبولاريزيشن. ايه قوى الديبولاريزيشن؟ الديبولاريزيشن سببه اكتيفيشن في صوديوم شانلز. لما تدي الاستيمولس ببطء الاكتيفيشن في صوديوم شانل بيبقى بطيء، فبيبقى بالانسد بقوى الريبولاريزيشن. فاكر ما سبب الريبولاريزيشن؟ ارجع المحاضره اللي فاتت، كان سببه ان اكتيفيشن في صوديوم شانلز واكتيفيشن اوف بوتاسيوم شانل، ده بالانس ده. فخلاص اللي بيقفل قد اللي بيفتح، يبقى ما بنعملش حاجه، فيسموا ده اكوموديشن اور ادابتيشن. ده الاكسيتابيلتي تشينجز. في سؤال النظري هقول لك في اخر السيشن الثانيه، الاسئله النظري بتاعت النيرف اللي وعدتكم اللي هم السبعه هقول لك ازاي تعمل في الام اس كيو، تجاوب ازاي. ما هجمع لك الاسئله، هناخد بالنا منها السبع اسئله. يبقى خد بالك في سؤال بيجي اكشن بوتنشال، لو جاب لك الاكشن بوتنشال اتس ا ماست اوبليجاتوري مانداتوري انك لازم تكتب الايونيك بيزس. لو كتبت اي اكشن بوتنشال بدون ايونيك بيزس هتاخد ربع نمره، انما ما تكتبش الاكسيتابيلتي تشينجز الا اذا طلبها. تاني واضحه، هبقولها في اخر السيشن الثانيه. بيجي سؤال اكشن بوتنشال واحنا عندنا 3 4 اكشن بوتنشالز في سنه اولى، لازم في كل مره تقول الايونيك بيزس، لكن ما تكتبش الاكسيتابيلتي تشينجز الا اذا طلبت. طيب اقلب الصفحات من فضلك. ده شفوي فقط، ما تضيعش وقتك كتير في الصفحه دي، ده كلام فارغ. هيسالك في الام اس كيو او في الشفوي يعني ايه كومباوند اكشن بوتنشال. برضه اذا ما سمعتنيش كويس هتبقى مش فاهم النيرف كويس والفيسيولوجي كويس. الاكشن بوتنشال اللي انا شرحته ده المونوفيزيك في المحاضره السابقه، ده يحصل لو اديت ستيمولس، افتح ودنك، للسنجل او وان نيرف فايبر مش نيرف. يبقى الاكشن بوتنشال ده خاص بالنيرف فايبر. طب لو انا اديت ستيمولس للالنر نيرف او الراديال نيرف او الفيمولار نيرف اللي هو عباره عن الاف الفايبرز، في بعضهم A وبعضهم B وبعضهم C، كل واحد هيدي اكشن بوتنشال. يبقى لما اجي احط الالكترود هنا واسجل، مش هسجل وان اكشن بوتنشال، هسجل كذا اكشن بوتنشال، فيسموهم كومباوند اكشن بوتنشال. يبقى اول نقطه ان الكومباوند اكشن بوتنشال ده خاص بالنيرف، بينما الاكشن بوتنشال اللي خدناه المونوفيزيك كان بتاع نيرف فايبر، انما الكومباوند بتاع النيرف اللي هو الاف الفايبرز. فانا فرضت ان الفايبرز دي فيها فايبرز A وفايبرز B، دي ثيك مايلينيتد ودي ثين مايلينيتد ودي ان مايلينيتد اللي هي سي، هديهم ستيمولس. احسن فايبر اللي هي الايه دي عندها، بص افتح ودنك، عندها اقوى واسرع اكشن بوتنشال، يعني اكبر واحده اللي هي الايه مش بس بيبقى اسرع واقوى. طب بي اقل قوه واقل سرعه، سي هي اقلهم في السرعه وفي القوه، يعني
بالتعبير اللطيف اللي انتوا بتقولوه مع بعض، الكبير كبير والصغير صغير والنص نص، مش هقول بقى ما نعرفوش بطريقتكم، نص نص. يعني احسن فايبر اللي هي الايه بتدي اقوى واسرع اكشن وتنشن، اقل فايبر اللي هي السي بتدي اقل سرعه واقل قوه اكشن وتنشن، وما بينهم البي. تعالى بقى انت حاطط حضرتك الالكترود هنا، مين اول واحد هيوصلك؟ الايه، تابع معايا اهو، وبعد شويه هيوصل ال بي اهي، وبعد شويه هيوصل ال سي. يبقى ايه بقى منظر الاكشن بوتنشال ايه دلوقتي؟ بقى الاكشن بوتنشال عنده نمبر اوف سامتس اور بيكس، كذا بيك بتمثل ايه؟ السكسسيفلي ارايفنج اكشن بوتنشالز، الاكشن القمم بتاعه الاكشن بوتنشالز بعربيتنا التي يتوالى وصولها. اول واحد وصل ايه وده اقوى واحد، بعد شويه وصل بي وده ليه؟ لانه ابطا واقل في القوه، بعد شويه وصل السي لانه ابطا واقل في القوه. فبقى عندك سكندري ويفز، بتمثل ايه السكندري ويفز دي؟ بتمثل القمم، السامتس ان انجلش، البيكس ان انجلش، بتاعه السكسسيفلي ارايفنج اكشن بوتنشلز. ده اول فرق بين الاكشن بوتنشال الكومباوند والاكشن بوتنشال مونوفيزي. في فرق تاني، انه هذا الاكشن بوتنشال كان بي جريدد، يعني ممكن يبقى اقوى ممكن يبقى اضعف، انما الاكشن بوتنشال بتاع السنجل نيرف فايبر اول اور نان هيطلع بنفس القوه ما يطلعش. طب ليه هنا ده كان بي جريدد؟ لان الاول اور نان ده هنعرف بعد شويه، مش دلوقتي، بنطبقها على النيرف فايبر لوحده مش على نيرف في الاف الفايبرز. واديك مثال، لانك ممكن حضرتك تدي ستيمولس يشغل شويه فايبرز اللي هم اقرب للسطح والاكسيتابيلتي بتاعتهم اعلى، طب لما تقوي الاستيمولس يشغل شويه اكتر، هيوصل شويه على عمق اكتر، استيمولس تين اقوى اقوى هيوصل لمجموعه اكبر واكبر لانه هيوصل لعمق اكتر، واللي هيستجيب اللي هو الاكثر اثاره. فاذا مفيش اول اور نان، كل ما زود الاستيمولس بيشتغل عدد اكتر من نيرف فايبرز فبيدي استجابه اقوى، يبقى كان بي جريدد، يبقى مفيش اول اور نان، does not obey all or none، can be graded. يبقى تعرف لي في الشفا وفي الام اس كيو ان الكومباوند اكشن بوتنشال ده بيتميز بحاجتين، فهمت؟ اهم حاجه ان عنده سكندري ويفز على الديسندنج لين، مش على الاسندنج، على الديسندنج، بتمثل ايه؟ السكسسيفلي ارايفنج اكشن بوتنشالز. وبقولها بطريقه سهله، حاجه عامله زي سباق الاحصنه، انت كل الديت ستيمولس كلهم بدأوا في آل واحد، لكن أقوى واحد وصل الأول، المتوسط وصل بعديه، الضعيف وصل آخر واحد. طب تاني حاجة، الأولور نالو بيطبق على الفايبر الواحدة، الفايبر الواحدة تدي أكشن بوتنشال 125 ملي فولت أو ما تديش، هنشوف من بعد ثواني. إنما أنت بتدي النيرف بيتكون من مئات الفايبرز، فأنت ممكن ستيمولس يشغل لك 10، استيمولس شغل 20 لانه اقوى وصل لفايبرز مور ديب والاكسيتابيلتي بتاعتهم اعلى، واحد يشغل 30، يبقى كل ما زود الاستيمولس بيزيد قوه الاكشن تنش، يبقى كان بي جريدد، يبقى ما فيش اول اور نان. ادي الفرقين. نيجي بقى الباي فيزيك اكشن تنش يا شباب، بلاقي عدد من الزملاء قال يعني عشان يبين بقى ان هو مهم، لا ده الباي فيزيك مهم طبعا لانه مش فاهم اساسا. انا قلت ليه ما في العالم كله ما حدش بيستخدم غير المونوفيزيك، البايفيزيك ده بطلوه على الاقل من 40 سنه. يعني لو زميل فاضل جاب في الامتحان بايفيزيك يبقى هو خارج التاريخ، خارج منظومه التاريخ، وهقول لك ليه تاني النهارده. انما هاوفر ده مش معناه ان احنا مش هنشرحه، هنشرحه لانه كلام فارغ. قلنا امتى بنسجل اكشن بوتنشال مرتين؟ لو حضرتك حطيت التو الكترودز على التو بوينتس على النيرف، يبقى اما الاكشن بوتنشال يمشي كده هيمر بالالكترود ده اولا فيتسجل، ثم بالالكترود ده ثانيا فيتسجل. يبقى لو حطيت التو الكترودز على تو بوينتس، تاني اسمعني، لو حطيت التو الكترودز على تو بوينتس هتسجل اكشن بوتنشال تو تايمز، فيسموها باي فيزيك اكشن بوتنشال. كلام تافه. تعال نبص مع بعض. قبل ما نبتدي التجربه انا حاطط التو الكترودز على الاوتر سيرفيس، ده على بوزيتيف وده على بوزيتيف، الاثنين زي بعض، يبقى ما فيش ما بينهم فرق، نو بوتنشال ديفرنس. يبقى النيدل هتبقى مشاوره على الصفر اهي،
صفر. هدي ستيمولس، يلا نبتدي. ادي ستيمولس، حصل هنا ديبولاريزيشن. لما يوصل الديبولاريزيشن لاول الكترود اهو هنا، بقى ده ديبولاريزد وده في حاله بولاريزيشن، يبقى ده نيجاتيف وده بوزيتيف، فحصل فيه فرق جهد، فالمؤشر يطلع لفوق اهو، طلع لفوق. الخطوه الثالثه، لما الديبولاريزيشن تمشي هترجع تاني النقطه دي في البولاريز ستيت، ولسه ما وصلتش هنا، يعني دي بقت بولارايز لما سابتها، ودي اوريدي بولارايز، يبقى رجعوا ده بوزيتيف وده بوزيتيف، يبقى هما الاثنين زي بعض، مفيش بوتنشال ديفرنس، يبقى النيدل ترجع تاني للصفر اهي، رجعت للصفر تاني. المرحله الرابعه، لما الديبولاريزيشن يوصل الالكترود التاني اهو، بقى ده ديبولارايزد وده ريبولارايزد، يبقى في بوتنشال ديفرنس بس معكوس، لان انت اتعكس هنا، كان ده النيجاتيف وده البوزيتيف، هنا بالعكس ده البوزيتيف وده النيجاتيف. فاظن في علم الكهرباء يبقى النيدل تتحرك في عكس الاتجاه، زي هنا اتحركت لفوق هنا اتحرك لتحت. المرحله الخامسه والاخيره، لما الديبولاريزيشن يمشي رجع ده تاني في البولارايزد ستيت، يبقى الاثنين بولارايزد، يبقى نو بوتنشال ديفرنس، ترجع النيدل تاني لصفر. يبقى باختصار شديد، ما هو الباي فيزيك اكشن بوتنشال؟ هو عباره عن تو سبايكس ان ديفرنت دايركشنز، two spikes in different او in opposite directions، في opposite directions، ادي الباي فيزيك. يبقى كلام طفولي. ليه بقى ما بيستخدموش؟ انا قلت لك لان احنا الموضوع ما هوش اكشن بوتنشال سبايك بوتنشال بس، السبايك بوتنشال ده بياخد 2 ملي سكندز، بيجي وراه شايف هايبر بولاريزيشن بياخد 40 ملي سكند. فقبل ان تنتهي التغيرات عند الالكترود الاول، لسه بعد الاكشن بوتنشال الاولاني ده، في بعديه هايبر بولاريزيشن، هيكون بدا السبايك عند الثاني، ف100% هيحصل ما بينهم تداخل بقى، لان في نيدل واحده مؤشر واحد، فهياخد متوسط، لان هيبوظ التسجيل. يبقى ليه ما بنسجلش الباي فيزيك؟ لان الاكشن بوتنشال سو رابيد، بحيث قبل ان يفرغ، بتفهم عربي، الالكترود الاول من تسجيل التغيرات الحادثة عنده، بكل سبايك وصل الالكترود التاني. طب ده لسه ما خلص، ده عمل سبايك بس في بعديها هايبربولاريزيشن، وصل عند السبايك الالكترود التاني، فهيحصل تداخل ما بين السبايك والهايبربولاريزيشن. عشان كده بقول لو زميلة دي، بحذركم اهو الزملاء، جاب باي فيزيك بالعالم كله يضحك علينا، محدش في الدنيا بيقيس باي فيزيك ده، ولا يصح نسأل فيه اساسا. وديني شرحت خمس مراحل، الاول الاثنين في البولاريز ستيت مفيش فرق جهد يبقى صفر، وصل الديبولاريزيشن هنا يبقى ده ديبولاريز، دي تاني مرحله، وده لسه في البولاريز ستيت، يتحرك نيدل لفوق. المرحله الثالثه، ديبولاريزيشن مشي في النص، فده بقى مره تاني ريبولاريز وده بولاريز، يعني انزل بعض اثنين بوزيتيف، يبقى يرجع للصفر تاني، ادي اول سبايك. وصل الديبولاريزيشن للثاني بس هتتعكس تسجيل، يبقى في فرق جهد بس معكوس، ده اللي نيجاتيف، مش الاولاني كان هو النيجاتيف، فلازم النيدل يتحرك بالعكس، مشي ترجع مكانها. يبقى ما هو الباي فيزيك اكشن بوتنشال؟ يحصل لو حطيت التو الكترودز على تو بوينتس على الاوتر سيرفس، وفي الحاله دي هسجل تو سبايكس ان ديفرنت دايركشنز. لماذا لا نفعل ذلك؟ انتوا فاهمين احسن مني، لانه هيحصل الاكشن بوتنشال سريع جدا قبل ان يفرغ الالكترود الاول بعربياتنا اهو، من تسجيل التغيرات الحادثه عنده بتكون التغيرات بدات عند الاخر فيحدث تداخل. ده اوعى تقرا الكومباوند والباي فيزيك ده في النظري، ما تضيعش وقت، مفيش كلام زي كده بيجي في العالم كله. طيب نيجي بقى الجزء المهم بقى، الاكشن بوتنشال يا اولاد، ده يحصل لو اديت ثريشولد ستيمولس كافي، يعني الاكشن بوتنشال سواء كان مونوفيزيك او باي فيزيك او كومباوند، لازم الستيمولس يبقى كافي. برضو عشان احنا ما بنقولش انشا، ماذا تقصد بالثريشولد ستيمولس كافي؟ اللي هو الستيمولس اللي وصلني الفارينج ليفل، وضح لي اكتر، اللي هو قادر على فتح، افتح ودانك، all
all sodium channels. ادي تعريف الثريشولد ستيمولس. يبقى الثريشولد هو تقولها بطريقتين، يوصلني للفايرنج ليفل. يعني ايه؟ يعني يقدر يفتح كل الصوديوم شانلز. طب لو اديت ستيمولس سب ثريشولد ضعيف شويه ما فتحش كل الشانلز، هيحصل ايه؟ هيحصل حاجات بس مش اكشن بوتنشال. ده بقى سؤال مهم جدا، وات از ذا افكت اوف سب ثريشولد ستيمولس. فالسب ثريشولد ستيمولس في احتمالين يا شباب. لو اديت سب ثريشولد في احتمالين. اهو وات از ذا افكت اوف سب ثريشولد ستيمولس، ده احد الاسئله النظري المهمه. هيديني حاجه من اثنين، يعني هنقسمه الى سؤالين، هيديني يا الكتروتونس يا لوكال ريسبونس. دول اللي هنشرحهم في السيشن الاولاني وهنقفل بكده. يا الكتروتونس يا لوكال ريسبونس. تعال نشوفها من الاول. شايف تحت اهو، احنا اهي عشان تبقى واضح. الليزر ده بطل، استنى واحد تاني. اهي عند نوع 90. انت عشان تعمل اكشن بوتنشال لازم توصل من ناقص 90 لناقص 65، اللي هي مين؟ فايرنج ليفل، اللي عندها بيفتح اول شانلز. انا كنت حتى في المحاضرات اكتب لهم حاجه لذيذه قوي، اكتب لهم لو وصلت ناقص 65 يبقى 100% هتوصل زائد 35، قضي الامر. حتى كنت اكتب لهم ماينس 65 كبير قوي كده على على تابلو كامل، على بورد كامل في المحاضره، يساوي زائد 35، قضي الامر. يعني الاستيمولس اللي وصلك ناقص 65 لازم يوصلك زائد 35. انت تشاهد ولا تشارك، وانس فتحت كل الصوديوم شانلز الصوديوم هيدخل جوه الخليه في هجمه، جوه النير في هجمه عنتريه يخلي لك جوه يزيد عن بره 35. ده الثريشولد. طب قال لك يبقى انا بسميهم، يبقى من ناقص 90 لناقص 65 في 25 ملي فولت، 25 خطوه. شوف في تعبير ادبي اهو، وانشائي الى المد الى القمه. لو قدرت تعمل الخمسه، لو الاستيمولس عمل لك دول بس 25 خطوه من ناقص 90 لناقص 65، يعني فرق 25 ملي فولت، فتح كل التشانلز، اقعد بقى اتفرج، انت مش هتعمل اي حاجه. هيدخل الصوديوم يقلبها من ناقص 65 لزائد 35، يقفل الصوديوم ويفتح البوتاسيوم يرجعك تاني للبولاريز ستيت. انت تشاهد ولا تشارك، 25 خطوة الى المجد الى القمة، اعملهم بس. طب الساب ثريشولد بيعمل اقل من 25 خطوة. اول واحد اللي هو الكات الكتروتونس، اللي هو جزء من الالكتروتونس، بيقدر يعمل 7 خطوات بس، من ناقص 90 لناقص 83، يبقى ما وصلش فارق ليفل، ما فتحش كل التشانلز، خلاص مش هيحصل حاجه، مش هيطلع اكشن بوتنشال، سب ثريشولد. تاني افكت للسب ثريشولد احسن شويه، يعمل لي تغير اكتر من 7، يعني من ناقص 83 الى ناقص 65، يبقى اكتر من 7 بس ستيل اقل من 25، فيديني ظاهره اسمها لوكال ريسبونس. يبقى الساب ثريشولد ممكن يعمل 7 خطوات تبقى اهي ليس ذان 7، يسموها كات الكتروتونس، او اكتر شويه من 7 بس اقل من 65 يسموها لوكال ريسبونس. تعال ندرسهم بقى واحد واحد. اول ناخد ظاهره الالكتروتونس، وده لوحده على فكره يصلح يجي سؤال، يعني مش لازم يجي لك السؤال كاملا. الاول يا شباب، يعني ايه كلمه الكتروتونس؟ الكترو يعني كهرباء، تونس يعني تونس يعني مستمر، يبقى تيار مستمر. يبقى فرصة نتعلم مع بعض، هو الكهرباء في الدنيا كم نوع؟ في كم نوع من الكهرباء؟ في نوعين من الكهرباء. تعالى هي ورقة في عجالة هعملها لك. في نوعين من الكهرباء، كهرباء في الدنيا نوعين اللي انت شايفهم كده، يا جلفانيك اللي هو تيار مستمر، يا فرادك اللي هو متقطع. واحد يقول لي فهمنا من الحياه، انت بتحب تفهمنا كده زي الاطفال. لو حضرتك مسكت البطاريه الايفر ريدي دي ما بين صوابعك الاثنين،
الطريقه اللي بتحطها التورش اللي هو للاسف الباتري اللي بتحطها في التورش هات الكهرب. يعني لو مسكت بطاريه 1.5 فولت 3 فولت دي وحطيتها بين ايديك بتتكهرب؟ لا، ده اسمه تيار مستمر. يبقى الجلفانيك بماذا يتميز؟ انه الامبليتيود بتاعه قليل بس الديوريشن لونج، ده اسمه تيار مستمر جلفانيك. يبقى اما اقول تيار مستمر فانا اقصد جلفانيك اللي هو بتاع البطاريه بتاع الباتري. انما لو حضرتك خلعت البلب اللي هو اللمبه اللي راكبه دي في السقف، خلعتها البلب وهي منوره ورحت بدل اللمبه حاطط صوابعك فيها، ايه رايك هيحصل لك ايه؟ هتتكهرب. ليه؟ لان الكهرباء لو انت هنا في نورث امريكا 110، لو انت في مصر هيبقى او في البلاد العربيه غالبا بتبقى 220. ده يسموه فرادك، تيار متردد. بيتميز بايه؟ بان مدته قصيره جدا والشده طويله جدا، عكس الجلفانيك ده اللي مستخدم في البيت. يبقى الكهرباء لناس فاهمه نوعان، في جلفانيك وفي فرادك. الجلفانيك بتاع البطاريه اللي هو الامبليتيود قليل والديوريشن طويله، امسك الباتري ما بين صوابعك مش هتتكهرب بس التيار مستمر. اخلع البلب وحط صوابعك هتحس بخدت شوك لانه الامبليتيود عالي وان كان الديوريشن قليله. انه متردد خدناه. وانت فاهم بس مش عاوز اعقدكم، انت فاكر المصباح اللي متعلق ده في السقف ده بنار على طول؟ لا، ده الكهرباء بتجيله وتروح، تجيله وتروح متردد بس بسرعه فائقه. فقبل ما عينك بيروح الانطباع بالاضاءه من خلال المره الاولى بتكون جات المره الثانيه، فانت حاسس المصباح مضيء على طول. بس هو تيار فائق السرعه، بيجي يروح يجي يروح يجي يروح وبشده جامده قوي، هو ده الفرادك. يبقى عندنا نوعين. يبقى اما اقول الكتروتونس تيار مستمر يبقى انا بتكلم على الجلفانيك. فبزعل لما يجيبوها في الام اس كيو عندنا سؤال ان في ظاهره الالكتروتونس بنستخدم جلفانيك كرنت. بقول ايه ده؟ ده اللي جايب السؤال مش فاهم معنى الكلمه. يعني لانه لو فاهمها فبيقول لك في ظاهره الالكتروتونس نحن نستخدم في ظاهرة التيار المستمر نستخدم التيار المستمر. تخيل لو في سؤال بالذكاء ده ان عنوان السؤال في ظاهرة الالكتروتونس اللي معناها ايه؟ التيار المستمر. ايه بنستخدم جلفانيك اللي هو المستمر؟ يبقى ده سؤال ما هو مجاوب نفسه 100% في الالكتروتونس اسمها الكتروتونس تونس يعني مستمر، بنستخدم التيار المستمر اللي هو الجلفانيك. اهي اول كلمة اهي ان بنستخدم جلفانيك. واحنا بنتكلم على ايه؟ على سبستريشن. يبقى لازم في الالكتروتونس تكتب ان احنا هنستخدم جلفانيك لانه اسمه تونس، تونس مستمر، جلفانيك سبستريشن. اتفرج بقى معايا وجاوب معايا اهي. جبنا بطاريه اهي لها قطب سالب هنسميه كاثود وقطب موجب هنسميه انود. مش عاوز اشرح على فكره، الجزء الصعب في النيرف خلص خلاص. انت دلوقتي يعني انا اقول وانت جاوب معايا، انا متاكد القطب السالب اللي هو الكاثود لكونه سالب هيضيف على النيرف شحنات سالبه، يبقى هيعمل لي ستيت اوف ايه؟ ستيت اوف ديبولاريزيشن. يبقى هيقربني ولا يبعدني على الفارين ليفل؟ لما اعمل ديبولاريزيشن يبقى بقرب على الفارين ليفل. يبقى الاستجابه بيحصل لها ايه؟ قلنا لما بنقرب من الفارين ليفل الاستجابه بتزيد. يبقى الاستجابه بتزيد، زياده الاستجابه عند الكاثود في اثناء الالكتروتونس. شوف سموها اسم جميل قوي، كات الكتروتونس، يعني ما حدث عند الكاثود في اثناء التيار المستمر. ما هو الكتروتونس يعني تيار مستمر، كات الكتروتونس افهم ترمينولوجي. ماذا حدث عند الكاثود؟ كات ما حدث عند الكاثود في اثناء الالكتروتونس. هقولها تاني باسلوب طفولي، القطب السالب قول معايا انا سامعك، لكونه سالب اضاف شحنات سالبه، يبقى عمل لي ستيت اوف بشاور لك بالليزر اهو ديبولاريزيشن، قربني من الفايرنج ليفل، فالاستجابه زادت عند الايه؟ عند الكاثود. سموا زياده الاستجابه دي كات الكتروتونس. طيب قال لي بس النص الثاني في السؤال بقى سيبنا انا اقوله. قلت له اتفضل قوله، طبعا هتقول احسن مني. قال لي انت هتقول القطب الموجب اللي هو الانود لكونه موجب هيضيف شحنات، اسمعها منك،
القطب الموجب لكونه موجب هيضيف شحنات ايه؟ اسمعها. برافو عليك، موجبة. وهو اوريدي الاوتر سيرفيس عليه موجب، واضاف عليه موجب، يبقى عمل لي ستيت اوف هايبر بولاريزيشن. بعدني، فاكر شكل اكشن بوتنشال؟ بعدني عن الفايرنج ليفل. يبقى الاستجابه هيحصل لها ايه؟ هتقل. نقص الاستجابه عند الانود في اثناء الالكتروتونس سموه ايه؟ ايه؟ ان الكتروتونس. يعني ايه اللي حصل عند الانود في اثناء الالكتروتونس التيار المستمر؟ اقولها لك تاني، القطب الموجب لكونه موجب اضاف شحنات موجبه وهي اريد عليها موجب، فحصل هايبر بولاريزيشن. لو رجعت في الاكشن بوتنشال للهايبر بولاريزيشن كنا بنبعد عن الفايرنج ليفل، بنبعد عن الفايرنج ليفل، يبقى الاستجابه بتقل، سموها ان الكتروتونس. يبقى الالكتروتونس ظاهرتان، الكاثود كات والانود ان. الكاثود حط نيجاتيف فحصل دي بولاريزيشن فقربنا من الفايرنج ليفل فالاستجابه زادت، والانود حط بوزيتيف وهي اوريدي عليها بوزيتيف فعمل هايبر بولاريزيشن بعدنا عن الفايرنج ليفل الاستجابه قلت. ادي اول ظاهره. طيب في بقى نقطه مهمه جدا في الام اس كيو. يبقى في الام اس كيو في ثلاث كلمات، واحده انا بعتبرها عبيطه ان يقول لك في الالكتروتونس بنستخدم جالفانيك. يبقى اللي حاطط سؤال مش فاهم، الالكتروتونس يعني تيار مستمر يعني جالفانيك، انما تقول لي سب ثريشولد ما بيوصلنيش فايرنج ليفل، دي سؤال حلو. النيرف في الحاله دي باسيف. هل انا في الشرح في الكات الكتروتونس قلت ان النيجاتيف تشارجز دي جبت سيره ان الصوديوم دخل فخلى جوه بوزيتيف وبره نيجاتيف؟ لا، يبقى النيرف ما فتحش اي تشانلز، النيرف باسيف، النيرف قاعد ساكت كده، النيرف قاعد ساكت والقطب السالب بيحط عليه شحنات سالبه، النيرف ما بيعملش اي حاجه. القطب السالب الكاثود عمال يحط عليه نيجاتيف، يحط عليه نيجاتيف، النيرف ما فتحش اي حاجه. يبقى النيرف باسيف. دي جمله مهمه جدا. هما بيجيبوا ثلاث جمل، كان لازم يجيبوا اثنين بس، ان الظاهره دي بالسب ثريشولد ستيمولس وان النيرف ما عملش حاجه، النيرف قاعد ساكت والبطاريه هي اللي بتحط شحنات سالبه، الشحنات السالبه دي مالهاش اي دعوه بالنيرف، النيرف ما فتحش اي تشانلز، ما غيرش اي حاجه في الصوديوم. وبيجيبوا سؤال عبيط انها بتحصل بالجلفانيك كارت، يا ابني اسمها الكتروتونس تيار مستمر، يبقى 100% جلفانيك. ايه ده؟ طيب هنا بقى لا يزيد التغير عن 7. هتقولي ليه؟ قال ان هو البطاريه بتحط شحنات سالبه، وفاكر الانوردز ريكتيفاينج بوتاسيوم شانل اللي هي نون جيتد فتح على طول عمالة تطلع البوتاسيوم اولا باول لمعادلة الشحنات السالبة دي. حطتها تعادل الشحنات السالبة، فعمر التغير ما بيتخطى 7 ملي فولت. او ده سؤال رابع. يبقى في ظاهرة الكات الكتروتونس في عندي 4 كلمات، ان هو بتحصل بال سب ثريشولد وهما بيجيبوا جالفانيك، والنيرف از باسيف، والتغير لا يتخطى 7 ملي فولت. طيب سؤال الاوائل، مش في كل الجامعات بيقولوه. طب لو انا اديت ثريشولد جالفانيك يعني هيوصل لي الفايرنج ليفل وهيدي اكشن بوتنشال. يلا فكر معايا كده، جبت انا بطاريه بتدي تيار كافي ثريشولد يوصلني الفايرنج ليفل وحطيته على النيرف لمدة ربع ساعة. تفتكر انا برسمها اصل الوقت ما كنتش ارسمها، هيطلع كام اكشن بوتنشال؟ تعال نفكر. يعني اديت ثريشولد هيطلع 2 اكشن بوتنشال بس، تصور في ربع ساعة هيطلع 2 اكشن بوتنشالز. واحد وانت بتقفل الدايرة وهيطلع عند الكاثود، هوريك الصورة حالا برسمها. واحد وانت بتفتح الدايره وهيطلع عند الانود. تخيل يعني لو اديت ثريشولد جالفانيك، البطاريه دي كانت بتدي ثريشولد لمده ربع ساعه، في الربع ساعه دي هيطلع 2 اكشن بوتنشال بس، مره وانت بتقفل الدايره وهيطلع عند الكاثود لان الكاثود بيحط شحنات سالبه، ومره وانت بتفتح الدايره في البريك وفي الحاله دي يطلع عند الانود
لان التيارات الكهربائيه بتتعكس، اللي بيحصل عند الكاثود هيحصل عند الانود، انما لمده ربع ساعه مش هيطلع اي اكشن بوتنشال. عارف ليه؟ هيحصل ادابتيشن او اكوموديشن، لان احنا قلنا ما هو تعريف الاستيمولس؟ اذكرك sudden change in the environment، تغير سريع، فالدايره كانت مفتوحه وقفلت، ده تغير فطلع اكشن بوتنشال، كانت مقفوله وفتحت ده تغير يطلع اكشن بوتنشال، انما المرور المستمر ده مش تغير، فما يطلعش ولا اكشن بوتنشالز للاوائل. سؤال في بعض الجامعات بيسالوا بعض الناس، ماذا يحدث؟ دي ما تتبقاش مع السؤال، لو اديت ثريشولد جالفانيك، ثريشولد only two action potentials، one at make هيطلع عند الكاثود، والسكند at break هيطلع عند الانود، انما during the actual flow of current الربع ساعة اللي الكهرباء ماشية في النيرف ولا action potential، لان النيرف حصل له accommodation. فهمت؟ لان التغير الاستيمولس sudden change، ان دايرة كانت مفتوحة وقفلت او مقفولة وفتحت، هنا يطلع عند الكاثود وهنا يطلع عند الانود. المرور الفعلي مش هيطلع ولا واحد، ربع ساعة، ساعة، يوم كامل مش هيطلع ولا اكشن بوتنشال. طيب اخر سؤال وبعدين ناخد البريك يا شباب. ايه يعني كده يبقى افضل شوية. نيجي بقى اللوكال ريسبونس، هو الاستجابه الموضوعيه، وده نظري مهم السؤال، او يسموه لوكال اكسايتاتوري ستيت. لوكال اكسايتاتوري ستيت، من فضلك لو انا جيت لدراعي ده وجيت هنا للالنر نيرف ورحت بدي ثريشولد ستيمولس، هيوصلني الفارينج ليفل، هيطلع اكشن بوتنشال، اكشن بوتنشال ده هيبروباجيت، هيمشي لاخر العصب لو ثريشولد. طب لو اديت سب ثريشولد هيفتح بعض الصوديوم شانل شويه صغيرين، ما يوصلنيش فارينج ليفل، يعمل كهرباء ضعيفه تمشي سنتيمترات، وكل ما تمشي قوتها تقل 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 لحد ما تندثر. فعشان كده يسموها لوكال ريسبونس، استجابه موضوعيه. يبقى لو جيت لاي نير واديته ثريشولد ستيمولس فتح كل التشانل بتاع الصوديوم، طلع اكشن بوتنشال، بروباجيتد، يمشي لاخر العصب. انما لو اديت سب ثريشولد ستيمولس هيفتح سم صوديوم تشانلز، مش كلهم، فيحصل كهرباء ضعيفه، هتحاول تمشي سلايتلي بروباجيتد، كل ما تمشي تضعف تضعف الى ان تندثر في حدود سنتيمترات، فسموها لوكال ريسبونس. فانا هقارن يا اولاد اللوكال ريسبونس بالاكشن بوتنشال في جدول تاريخي من 7 نقاط، كل 2 لهم علاقه ببعض احطهم مع بعض. انا قلت اول 2 وانا متاكد اوفر ييرز ان انت هتقول بقيه النقط، عمري ما شفت طالب غلط. يلا حاول معايا. انه اللوكال ريسبونس نوع الاستيمولس يبقى ايه؟ سب ثريشولد، سب ثريشولد ستيمولس، فبيعمل تغير صغير لوكال، يمشي ويضعف يضعف الى ان يندثر. هنا بندرسه سلايتلي بروباجيتد، بيمشي فيو سنتيمترز ويختفي. هم عندنا بيجيبوها في الام اس كيو، هم بيمسكوا في كلمه لوكال انه نان بروباجيتد، احسبها لهم صح يعني، ما اجيبها لك ان اللوكال لوكال نان بروباجيتد. اوكي، انت تبقى فاهم لنفسك مش للامتحان ان هي بتمشي فيو مليمتر او سنتيمتر ثم تندثر، فالصح انها سلايتلي بروجيتد، انما يمكن اعتبارها انها ما مشيتش تبقى نون بروجيتد. طب نقارن نقطتين اللي قصادهم في الاكشن بوتنشال. في الاكشن بوتنشال لازم الاستيمولس يبقى ثريشولد، وقلنا يعني ايه ثريشولد؟ اللي هو يوصلني للفايرنج ليفل، اللي هو يفتح كل الصوديوم شانلز، او سوبر ثريشولد. ما هو المثل بيقول لك زياده الخير خيرين، في الحالتين يطلع اكشن بوتنشال، وانس طلع اكشن بوتنشال بروباجيتد يمشي لاخر العصب،
عشان كده سمينا الاكشن بوتنشال النيرف امبلس او النيرف سيجنال، النبضة العصبية او الاشارة العصبية، ده اللي بيمشي. طيب النقطة اللي بعدها، هيا بينا نلعب. نبتدي بالاكشن بوتنشال، هنعمل تجربة لذيذة جدا. تفتكر لو انا اديت ده الثريشول ستيمولس اللي انا مشاور عليه، هيفتح كل التشانلز عند ناقص 65، يدخل الصوديوم يقلبها لك لزائد 35، يبقى كم التغير فاكر من ناقص 90 دي صفر وصفر ل 35 يبقى 125. تفتكر لو اديت سوبرا ثريشول ستيمولس، يعني ده ثريشول اهو فرضته بالطول ده، نفرض قوته مثلا اس، انا اديت سوبرا ثريشول 2 اس، هل هيطلع اكشن بوتنشال قوته الضعف؟ ايه رايك؟ فكرت؟ طالب قال لي لا، هيطلع ده سيم اكشن بوتنشال لقوته 125. قلت له ليه؟ قال لي لان الاولاني فتح كل الصوديوم تشانلز، حتى لو اديت واحد اقوى منه هيعمل ايه؟ اقصى حاجه اقصى حاجه هيفتح برضه كل التشانلز، فيحصل نفس التغيرات، فيطلع الاكشن بوتنشال بنفس القوه 125، لان الثريشولد فتحهم كلهم. فالسوبرا السوبرا ثريشولد ما عندوش فرصه يفتح اكتر، لان اوريدي الثريشولد بيفتحهم كلهم، هيفتحهم كلهم برضه، يبقى يدي نفس الاكشن بوتنشال لقوته 125. من هنا نخلص ان هل قوه الاكشن بوتنشال بتعتمد على قوه الاستيمولس؟ جاوب معايا. طبعا لا، هما الاثنين بيدوا اكشن بوتنشال 125، يعني يطلع بقوه 125 يا ما يطلعش. فقلناه اول اور نان لو، اول اور نان، يطلع بقوه 125 يا ما يطلعش خالص. كان نوت بي جريدد، تحفظ دي مع دي. مفيش ستيمولس صغير يطلع اكشن بوتنشال صغير واقوى يطلع اكشن بوتنشال اقوى اند سو اون، مفيش كده، مفيش جريدز. اقول لك ايه زي مثال كده في الامتحان، اما اقول لك بص الامتحان ده يا ناجح يا صائت، مش هنديك نمره، انت تيجي تسال نتيجتك يا ناجح يا صائت، اول اور نان، اهو ده الاكشن بوتنشال، يا يطلع بنفس القيمه 125 يا ما يطلعش خالص. اللي هي تبقى فاهم المذكره التفسيريه، ايه المذكره التفسيريه؟ يعني ايه الاكشن بوتنشال بيتبع اول اور نان لو كان نوت بي جريدد؟ يعني الامبليتيود اوف اكشن بوتنشال does not depend on the intensity of the stimulus. قوة الاكشن بوتنشال لا تعتمد على قوة الاستيمولس. الثريشولد زي السوبر ثريشولد. ليه؟ أنت فاهم. لأن الثريشولد بيفتح كل التشانلز، ما هو الفار اليمين بتفتح كلها. السوبر ثريشولد هيهبب إيه زيادة؟ هيفتح كل التشانل برضه، هيدي نفس التغير. All or none could not be graded. إنما تعالى الناحية الثانية. في اللوكال ريسبونس. لو انا اديت سب ثريشولد ضعيف قوي، احنا قلنا بيفتح فيو تشانلز، فتح مثلا احنا نفرض كان لازم نفتح 30، هم عددهم 30 عشان نفتحهم كلهم نفتح 30، سب ثريشولد فتح 5، اقوى منه شويه فتح 10 بس ستيل ما فتحهمش كلهم، سب ثريشولد بس اقوى شويه فتح 15. يبقى هل هنا قوه اللوكال ريسبونس بتعتمد على قوه الاستيمولس؟ طبعا. يبقى هل في هنا اول اور نان؟ لا، كان بجريدد، ده بجريد اقوى من ده، بجريد اقوى من ده، يبقى هنا جريدد، يبقى داز نوت اوبي اول اور نان لو، يبقى جريدد داز نوت اوبي اول اور نان لو، بينما الاكشن بوتنشال كان نوت بجريدد اول اور نان. حتى كنت بقولها بفتكر مقوله شكسبير، تو بي اور نوت تو بي ذاتس ذا كويشن. انا بقى بقول طالب الطب يغير المقولة بتاعت شكسبير ويقول to be or not to be that's the action potential, to be or not to be, all or none, to be or not to be that's the action potential. إنما local response لا does not obey all or none law, can be graded لأن إحنا بنفتح few channels ممكن هما 30 عشان يفتح، نفرض إن كلهم 30، في واحد ضعيف قوي يفتح 5، واحد يفتح 10، واحد يفتح 15، يبقى كان بي جريدد. ادام كان بي جريدد يبقى مفيش اول اور نان، داز نوت اوبي اول اور نان. والمذكره التفسيريه ان قوه اللوكال ريسبونس تعتمد على قوه المؤثر. نيجي التجربه الخامسه والسادسه، انتوا هتقولوها زي الفل. هنعمل تجربه ثانيه، يلا يا شباب. انا هنا اديت ثريشولد، فتح كل التشانل، ادى اكشن بوتنشال قوته 125. انا مش هدي سوبر ثريشولد، هدي ثريشولد برضه بس ثلاث مرات ورا بعض.
خلاص هدي ثريشول بس ثلاث مرات. هل بقى لما ادي بدل 1 ثريشول ادي 3 هيدي اكشن وتنشن ادي 3 مرات؟ طالب قال لي لا. قلت له ليه؟ قال لي لان الاولاني فتحهم كلهم الثريشول، فالثاني والثالث هيهببوا ايه؟ كلهم مفتوحين اوريدي مش يعملوا اي حاجه كان ما لهمش قيمه. قلت له ليه؟ قال لي انهم وقعوا في الابسوليوت ريفراكتوري بيريود، فبالتالي لم يحدث تراكم في الاستجابه. يبقى وجود الابسوليوت ريفراكتوري بيريود فتره عدم الاستجابه خلى الثاني ما زودش الاول والثالث ما زودش الثاني. لا يوجد تراكم في الاستجابه. cannot be summated، يعني لما تدي اكتر من ستيمولس قوته ما تزيدش، لانه الاولاني فتحهم كلهم يبقى الثاني والثالث هيهببوا ايه؟ في ابسولوت افكت بيرو مش هيعملوا حاجه. بقولها بعربياتنا، فكيف تتراكم الاستجابه في وجود فتره عدم استجابه؟ اساسا الاكشن تنشأ معاه ابسولوت افكت بيرو فتره عدم استجابه، فلما تدي استمراري في فتره عدم استجابه مطلق لا يمكن تتراكم الاستجابه، فمفيش سميشن لانه في ابسولوت افكت بيرو. انت بقى متوقع في اللوكال ريسبونس هنا احنا الابسولوت افكت بيرو كان بتشمل، فاكر الابسولوت بتشمل اسندنج، احنا هنا قبل الاسندنج، ده بالعكس احنا قلنا لحد ما بنوصل فارج ليفل الاستجابه بتزيد، عشان كده حتى سموها لوكال اكسيتاتوري ستيت، لوكال ريسبونس او لوكال اكسيتاتوري، لان احنا قبل الفارج ليفل كل ما بقرب فاكر كانت سوبر نورمال فيز الاستجابه بتزيد، عشان كده سموها لوكال اكسيتاتوري ستيت. هندي بقى كذا سب ثريشول نفس التجربه، اول واحد فتح 5، الثاني اديله خلاهم 10، الثالث خلاهم 15، الرابع 20، الخامس 25، السادس 30 طلع اكشن بوتنشال. يبقى تراكم الاستجابه، الثاني زود استجابه الاول، والثالث زود استجابه الثاني، والرابع زود، وهكذا. كان بي سميتد، في تراكم في الاستجابه. ليه؟ لان قبل الفايرنج ليفل ما فيش ابسولوت ريفاكتوري بيريود، ده بالعكس الاستجابه بتزيد، عشان كده سموها لوكال اكسيتاتوري ستيت. طيب اخر جمله، الجمله السابعه والاخيره، انه في الاكشن بوتنشال كل الصوديوم شانل تفتح، دي اللي شرحت كل حاجه، all sodium channels are opened، النيرف فتح كل الشانلز، يبقى النيرف في الاكشن بوتنشال هايلي اكتف، بينما في اللوكال ريسبونس بيفتح سم صوديوم شانلز، وعشان كده النيرف از سلايتلي اكتف، سلايتلي اكتف، سلايتلي اكتف، لانه بيفتح سم شانل ات از سلايتلي اكتف. خد بالك بقى ما تلخبطش، فاكر الكات الكتورس لما كنا بنحط الكاثود كان بيعمل دي بولاريزيشن برضه، بس النيرف ملوش دعوه بيها خالص، ما فيش صوديوم شانل خالص، كان القطب السالب لكونه سالب بيضيف شحنات سالبه. خد بقى الهديه الثانيه، القنبله الثانيه، هديه بمليون جنيه، مليون جنيه دلوقتي حفظتها هنا وهناك للناس فاكرينها. الكهرباء في الجسم يا شباب، النهارده بقى معلومه تفيدك في كل الطب، مش في الصفحه دي بس. الكهرباء في الجسم نوعان، يا اكشن بوتنشال يا مش اكشن بوتنشال. النهارده خدنا حاجتين، لوكال ريسبونس مش اكشن بوتنشال، كات الكتروتورس مش اكشن بوتنشال، الكهرباء في الجسم يا اكشن بوتنشال يا مش اكشن بوتنشال. ما ينطبق على الاكشن بوتنشال لا ينطبق على سواه، يعني اللي يتميز بيه الاكشن بوتنشال يتميز بيه لوحده، مفيش حد يشاركه فيه، اي كهرباء ثانيه تبقى العكس تماما. بقولها بمثل بلدي، يقول لك زي الفريك ما يحب الشريك، ده الاكشن بوتنشال. انا قلت شكسبير، تو بي اور نوت تو بي اكشن بوتنشال، بالعربي زي الفريك ما يحب الشريك. انت الفريك ما ينفعش تحط عليه حاجه تاني، انما الرز ممكن حط عليه عدس وحط عليه تقليه وحط عليه مكرونه بقى كشري، انما الاكشن بوتنشال زي الفريك ما يحب الشريك. الاكشن بوتنشال بحرف الايه حفظتها لاجيال هنا وهناك، تنطبق عليه قاعده الثري ايه، اديك شايفهم هم، هو بالايه قاعده الثري ايه، اقول لهم هنا تريبل ايه، او اقول لهم تريبل ايه، طبعا هم هنا فاهمين تريبل ايه غير عندكم. تريبل ايه هنا يعني هقولها لك، فقر معلومات عامه، اللي هو امريكان اوتومبيل اسوشيشن،
كلها بحرف الايه. يعني لو حضرتك امريكا قاره شاسعه، قاره مش بلد، اكتر من 50 ولايه، فبكره انا سايق عربيتي تعطل، لا ادفع $50 في السنه للامريكان اوتومبيل، يعني عربيات اسوشيشن، هم عندهم عربيات في كل القاره من اطوارها، يضمنوا لك لو عربيتك عطلت يوصلك مدد في اقل من 3 اربع ساعه مقابل $50 دي دفعتها بس مرتين في السنه بس. ما تجيبيش عربيه مهكعه وتقعد كل شويه تندهوا ليك مرتين، بعد كده هتدفع فلوس. وطبعا معتمدين ان معظم الناس عربياتها محترمه ما بيطلبهمش خالص، بس يبقى في كده حتى اطمئن نفسي. فانا بقول لهم الاكشن بوتنشال تريبل اي، الولايات كلها تضحك هنا. الاكشن بوتنشال قاعده تريبل اي، الاي الثلاثيه بقى، هو الوحيد اللي بيتبع all or none law، to be or not to be، يا ناجح يا ساقط، مفيش درجات، can not be graded. هو الوحيد اللي معاه absolute refractory period، فترة عدم استجابة. فكيف تتراكم الاستجابة وهناك فترة عدم استجابة؟ يبقى can not be submitted، ما تحطليش واحدة مع التانية غلط. all or none يعني مفيش grades. فترة عدم استجابة يعني مفيش تراكم في الاستجابة، can not be submitted، ما تحطش دي مطرح دي. طلبة اللي مش فاهم حاجة اللي بيحفظوهم أي حاجة ياخد يقول لك الدكتور ناجي حفظها له إيه، نقولها زيه هو مش فاهم القصة. لازم الأول أور نان هي اللي معاها جريدد، الأبسولوت الفاكت بيريود هي اللي معاها سميتد، وهو الوحيد اللي بيفتح عنده أول صوديوم شانل عشان يبقى فاري ليفل وبالتالي هاي أكتف. أي كهرباء تانية خدنا النهاردة حاجتين، اللوكال ريسبونس والكات إلكتروتونس، يبقى تعكس مفيش all or none يبقى graded، مفيش absolute refractory period يبقى submitted، وبيفتح هنا في local response some sodium channels وبالتالي تبقى slightly active. ولا تنسى في الكات الكتروتونس مفيش sodium channel خالص، قطب السالب لكونه السالب بيحط شحنات سالبة يبقى passive، اسئلة نار في الMSQ. ولسه هناخد أربع خمس أنواع من الكهرباء بإذن الله في سين إس في ساعة تانية. اللي سمعني هيجيبها كده في ثانية. الكهرباء في الجسم النهاردة حاجة في منتهى الجمال، تحل أي سؤال إم إس كيو. هم يفكروا بقى قوي، يحط إيده على دماغه ويفتح فاه مثل السمكة وينظر إلى السماء والعبط ده، إحنا ما عندناش كده. السؤال أكشن بوتنشال ولا مش أكشن بوتنشال الكهرباء؟ أكشن بوتنشال زي الفريق، ما يحبش فريق. ما ينطبق على الاكشن بوتنشال لا ينطبق على سواء الاكشن بوتنشال بحرف الاي تريبل اي، اوعى تنساها. اول اور نان كان نوت بي جريدد، يا ناجح يا صاعد مفيش درجات، يا ناجح يا صاعد مفيش جريدز. مع تاني ايه معاه ابسولوت ريفاكتور بيريود، فتره عدم الاستجابه مطلق، فتحت كل التشانلز، اي ستيمولس تاني هيهبب ايه؟ ما الاولاني فتحهم كلهم، لن تتراكم الاستجابه، كان نوت بي سميتد. And all sodium channels are open. It's highly active. بينما اللوكال ريسبونس نو اول اور نان، اكس يبقى جريدد. مفيش ابسولوت ريفاكتور بيريود، يبقى سميتد. وبعض التشانل فتحت. سم sodium channel يبقى سلايتلي اكتف. دي الإجابة النموذجية في 7 نقط. طبعا أقولهم لك تاني في ناحية وأنت فاهم الناحية التانية، أنا أقول واحدة وأنت قول التانية. الأكشن بوتنشال لازم الاستيمولس يبقى ثريشولد وزادت الخلقتين أور سوبر ثريشولد، وونس طلع أكشن بوتنشال إتيز بروباجيتد. ده أول نقطتين أنت فاهم الناحية التانية. الأكشن بوتنشال النقطة الثالثة والرابعة، أول أور نان يبقى كان نوت بي جريدد. الخامسة والسادسة، أبسوليوت ريفاكتور بيريود يبقى كان نوت بي سميتد. السبعة، all sodium channels are opened. لو تجاوز 7 نقط دي، لو حاجة فوق الفول مارك هيدوها لك. يبقى للام اس كيو في دقيقة هقولها ونبقى خلصنا الفيرست سيشن. يبقى قابلنا يا اولاد الديبولاريزيشن 3 اجزاء. قلنا بص من ناقص 90 من ناقص 90 لناقص 83 كان القطب السالب لكونه سالب بيحط شحنات سالبة. ده طيار مستمر الكتروتونس حصل عند الكاثود، ده كات الكتروتونس. يبقى كات الكتروتونس ديبولاريزيشن هو، بس مقداره كام؟ مقداره 7.
الممبرين ايه ما عملش حاجه، ما فيش صوديوم شانلز هنا خالص، القطب السالب عمال يحط شحنات سالبه على النيرف، النيرف قاعد ساكت تحط اي شيء يبقى باسيف. باسيف دي مهمه جدا. ثاني تغير احسن شويه بقى اللي هو اللوكال ريسبونس، اكتر من 7 من ناقص 83 لاقل من الفارنج ليفل بهمسه، لاقل من 25، من 7 الى 25 ملي فولت، فتحنا صم صوديوم شانلز يبقى سلايتلي اكتف. ثم التغير بقى ان وصلت الفارنج ليفل فانت كل شيء، اللي هو عملنا 25 ناقص 25 هنا الممبر هيبقى هايلي اكتف، هيفتح كل الصوديوم شانلز، هيعمل اكشن بوتنشال، انت تشاهد ولا تشارك. يبقى في ثلاث انواع من الديبولاريزيشن يا شباب. اول 7 القطب السالب بيحط شحنات سالبه، النيرف ما فتحش حاجه ما عملش حاجه يبقى النيرف باسف. حصل فين ده؟ في التيار المستمر البطاريه الكتروتونس، عند انهي قطب اللي حط شحنات سالبه؟ السالب الكاثود، يبقى نسميها ايه؟ كات الكتروتونس. ما حدث عند الكاثود في التيار المستمر. طب ندي ستيمولس اقوى شويه، هيفتح بعض التشانلز، ساوند صوديوم تشانلز، يعمل تغير اقوى من 7 بس اقل من 25، اقل من الفايرنج ليفل اللي هو ناقص 65، يعني ناقص 83 ناقص 65، تغير اقوى من 7 التغير لاقل من 25. يبقى ده اللوكال ريسبونس سلايتلي اكتف. وبعدين توصل ناقص 65 فتحت كل الفارنج كل الشانل عند الفارنج ليفل يديك اكشن بوتنشال يبقى هايلي اكتف. ولا تنسى حاجتين اديتهم لك النهارده تقعد بيهم ما حييت ما حييت، هديتين هديتين هديتين، دي ابسوليوت ريفراكتوري بير بحرف الايه كونسايدز مع الاسندنج ليم، الابسوليوت ريفراكتوري بيرود كونسايدز مع اهي الابسوليوت ريفراكتوري بيرود كونسايدز مع الاسندنج ليم وحته في الديسندنج، الابسوليوت مع الاسندنج وحته في الديسندنج، وانتوا بس اللي فاهمين ليه حته في الديسندنج. شوف بيشرحوها ازاي، عشان الصوديوم شانل كانت قافله بالانر المفروض تقفل بالاوتر، ده هياخد وقت، عشان كده خدنا حته في الديسندنج. اما الريلاتيف افكتيف بيريود كونسايدز مع الريست اوف ديسندنج، طالما بتقول بنسمع صوتك في الامتحان الابسوليوت كونسايدز مع الاسندنج وحته في الديسندنج، اما الريلاتيف كونسايدز مع الريست اوف ديسندنج. النقطه اللي بعد كده تحصيل حاصل، هنا عدم الاستجابه مطلق يبقى صفر الاستجابه، وعليه الجمله الثالثه نو اذر ستيمولس وات ايفر سترونج كان اكسايت، انما هنا ريلاتيف يبقى الاستجابه لا هي صفر ولا هي نورمال سب نورمال، وبالتالي ممكن الستيمولس يدي بس سترونجر ستيمولس. ثم تاني هديه يا شباب قلناها اللي هي الفرق بين الاكشن بوتنشال واللوكال ريسبونس 7 نقط. تريبل اي الاكشن بوتنشال اول نقطتين لازم الاستيمولس يفتح كل الشانل ثريشولد او زياده الخرخرين سوبر ثريشولد، وانس طلع اكشن بوتنشال هيمشي لاخر العصب بروباجيت. ثلاثة ايه بقى؟ all or none to be or not to be cannot be graded absolute effective period فترة عدم استجابة مطلق، فكيف تتراكم الاستجابة وهناك عدم استجابة cannot be submitted submission تراكم. وبعدين highly active membrane انه بيفتح كل الصوديوم channels. يبقى سؤال شفة صغير الاوائل بس، هل ممكن subthreshold stimulus يعني ايه الجهاز بتاعك في المعمل في العملي هنقول لك الجهاز باظ وبيطلع مؤثر سب ثريشولد الاستيميليتور، هل ممكن تطلع بيه اكشن بوتنشال؟ اه اهو اعيدها بالسميشن اريبيت السب ثريشولد ستيمولس، اول واحد يفتح 5 احنا قلنا نفرض جدلا ده الرقم الصح ان الفايرنج ليفل بنفتح عنده 30 ده رقم للتشبيه، اول واحد فتح 5 عيده تاني هيفتح بقى 10 وعيده ثالث 15 20 25 لحد ما يوقع 30 يدي اكشن بوتنشال. يبقى ده سؤال شافه مهم جدا في العمل ان السب ثريشولد ستيمولس كان جيف ان اكشن بوتنشال اف ات از ريبيتد لانه في سميشن. كان هذا هو السيشن الاول، ونلتقي بعد 10 دقائق باذن الله مع السيشن الثاني هيبقى اقصر لان ما فيش هو اللي فاضل اقل الحقيقه، ونمره 2 انه ما فيش امتحان.